مثلا تياب شتويه وكبوت وجاكيت وبوتين ومعدل 100-150 ألف لازم يكفوني ورجع منهم. يعني هيدي الجاكيت قد ايه عمرها؟ يعني وقت تجوزت. اذا اجى ضيف عندك وقت الغدا شو بتعملي؟ بأخر شوي الغدا. شو فتحت له مطعم؟ في اوقات بتستعمل بدك تنظف الحمام، ممكن اخذ كيس البصل ونظف فيه، بنظف بحس. يعني بدل ما تشتري ليفه بتقولي بستعمل كيس البصل. انت قاعد بقلب راسي. نظافه او توفير؟ نظافه وتوفير. اي اكثر؟ لا توفير. وين شفتي فيه؟ كله بخل مش مالك، كله بخل. ليش في شيء مش بخل؟ شو هيدا؟ حياتي مش شايفه هيك. هدر المال بوصل للشحيدي.